أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسطا. في هذا الدرس سوف نبدأ بقراءة Unit 5 Lesson 1، الفصل الخامس، الدرس الأول من الفصل الخامس للصف الثاني متوسط. بداية الموضوع يتكلم عن Old Ways of Sending Information. Old Ways، الطرق القديمة، of sending، لإرسال information، المعلومات. كانوا في قديم الزمان يستخدمون طرق يرسلون بها معلومات إلى جهة أخرى. سوف نأتي للتعرف على هذه الطرق. Read and use، اقرأ واستخدم the pictures، الصور، to work out، للبحث the meaning of these words، للبحث عن هذه الكلمات. إذن يقول لنا اقرأ هذه الصور وابحث عن معنى هذه الكلمات. نأتي إلى الكلمات. لدينا هنا horse بمعنى حصان، لدينا lighthouse يعني البيت المنزل، ضوء المنزل، flag بمعنى العلم، drum بمعنى الحمام، drum بمعنى الطبل، عفوا الطبل، smoke بمعنى الدخان، signal بمعنى إشارة، وبيجيوم بمعنى الحمام. نأتي الآن إلى قراءة هذه الصور. In the Arab world، في العالم العربي، men، الرجال، used to ride، اعتادوا على ركوب for horse، ركوب الخيل، carrying messages، لحمل الرسائل، when one horse، عندما أحد الأحصنة، was tired، يتعب، they get another، هم يأخذون الثاني، another one يعني حصان آخر، this messenger، هذا المرسل أو المرسال، service started، يبدأ بالخدمة أو بدأت بالخدمة هذه الرسائل، in في عام 670، it was called البريد، كان يطلق عليه البريد. إذن في العالم العربي كانوا يستخدمون الرجال الأحصنة، عندما يتعب أحد الأحصنة يستبدلوا بحصان آخر ليكملوا طريقهم ومسارهم. نأتي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية تتكلم عن A people used to build، الناس اعتادوا على بناء lighthouse يعني منارة ضوئية كما تلاحظون، near the sea، بالقرب من البحر، the lighthouse، المنارة المنزلية، warned، تحذر ships of danger، تحذر السفن من خطر، يعني يبدأ تشغيل المنارة المنارة الضوئية لأنها شو تسوي، تحذر السفن إذا كان هناك خطر. هاي بالنسبة للإشارة الثانية. People used to send، الناس اعتادوا لإرسال messages، لإرسال الرسائل، using flags، باستخدام الأعلام. إذا كما تلاحظون هنا حامل علم ويرفرف به، هذا دليل على أنه أكو كانت هناك رسالة منقولة. In Africa، في أفريقيا، people used to use، الناس اعتادوا لاستخدام drums، لاستخدام الطبول، to send messages، لإرسال المعلومات. إذن في أفريقيا كانوا يستخدمون الطبول حتى يرسلون معلومات. نأتي إلى أمريكا. Americans، الأمريكان، used to fight fires، كان يستخدمون أو اعتادوا على light fires، إشعال الفايرز، النار، on the top of mountains، on the top يعني على قمة، of mountains، على قمة الجبال، and send messages، وإرسال رسائل، using smoke signals، باستخدام smoke signals، إشارات الدخان، كان يعني بالأمريكان يستخدمون الدخان حتى يرسلون رسائل. People used to use، الناس اعتادوا على استخدام بيجيكونز، الحمام، بيجيونز، الحمام، to carry messages، لحمل الرسائل، from Egypt to Syria، من Egypt، من مصر إلى سوريا. A good pigeon، الحمام الجيد، could fly from Cairo to Damascus، باستطاعته الطيران، could fly from Cairo، من القاهرة، to Damascus، إلى دمشق، إلى دمشق سوريا، without stopping، بدون توقف،
هاي قدرة الحمام الجيد. الآن بعد أن انتهينا من قراءة هذا السور نأتي إلى معناهن في هذا السور. horse بمعنى الحصان. نأتي الآن إلى تأشيراته. horse يعني تتجه إلى الحصان. هنا نضع رقم واحد. horse حصان رقم واحد. lighthouse رقم اثنين. lighthouse المنارة الضوئية. flag الإعلام رقم ثلاثة. دروم الطبول رقم أربعة. سموك الدخان رقم خمسة. سيجنال إشارة. إشارة يعني هي كلهن باعتبار إشارة يعني مثل عندنا اللايت هاوس، عندنا الفلوج، عندنا الأربعة والخمسة. إذا عندنا الإشارة اللي مبنية اللي هي الثانية والثالثة، عفوا الثالثة الرابعة والخامسة كلتن إشار زين، والباقي يوم اللي هي السادسة اللي هو الحمار. هاي بما يخص تصنيف الكلمات هذه. ننتقل الآن أعزائنا الطلبة إلى هذه الأسئلة. طبعا هذه الأسئلة سوف أجيب عنها في الوصف تحت الفيديو. أول سؤال يقول لنا when was متى كان the best time الوقت الأفضل to use lighthouse لاستخدام المنارة الضوئية day or night في المساء أو في النهار and why ولماذا كانوا يستخدمون المنارة الضوئية بالليل أو بالنهار. لماذا يجب عليك أن تجيب عزيزي الطالب. how did Baguion كيف الباجيونز now يعرف where to take their messages كيف للباجيوم now أن يعرف أين يأخذ الرسالة؟ شون يعرف؟ يجب علينا أن نذكر هذا السؤال. Which of these methods أي من هذه الطرق was كانت the fastest أي من الطرق كانت هي الأسرع the slowest الأبطأ and the safest والأأمن أي من هذه الطرق هي الأسرع slowest الأبطأ and the safest الأأمن أي من هذه الطرق. How many modern كم عدد العصور ways طرق العصر of sending لإرسال information can you think of كم عدد طرق العصور من إرسال المعلومات can you think تستطيع أن تتذكرها يعني هذين الطرق مال العصور القديمة. إلى هنا أعزائنا الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم. أتمنى قد استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب في الفيديو. طبعا أحب أن أذكركم بأن إجابة هذه الأسئلة سوف أضعها في الوصف تحت الفيديو.